بن حسن. لا يكاد يخلو منزل أو مجلس في وادي حضرموت إلا وتجد معه الشاي الحضرمي، أو كما يسميه البعض بالشاي البخاري، بل هو مشروبهم المفضل ورفيق جلسات الأنس والطرب والحفلات، خصوصا جلسات الداني الحضرمي. يتطلب تحضير الشاي طريقة معينة لا تخلو من الإتقان، إذ لا تمتاز بها سوى مناطق وادي حضرموت عن غيرها من مناطق اليمن، حيث عرفها كل بيت حضرمي كما يجيد تحضيره الرجال والنساء على حد سواء. اليوم عندنا العروس لما تتجهز للعرس لابد تصحبها في زواجها إلى بيت الزوجية العدة، عدة الشاهي، بس تكون برونق آخر. أصبحت اليوم عدة الشاهي لها زي ما تقول عائلة أخرى، تطور في الفناجين، تطور في من البخاري إلى السموار، يعني عدة الشاهي أصبحت بصورة أكبر وبألوان عدة. للشاي هنا ألوان وأشكال مختلفة كالأحمر والأخضر والزنجبيل والنعناع، والقائمة تطول، لكن كل لون له مذاق خاص. أما أدوات التحضير أو ما تسمى بعدة الشاي فتتكون من عدة قطع مختلفة الأشكال والأحجام، وأبرزها السماور أو البخاري، والذي يصنع من الاستيل أو النحاس، والإبريق أو البراد. صاحبها مجموعة من الفناجين تسهم في تزيينها، بالإضافة إلى الحنظل والمكسرات التي لا تفارقه. شاي عندنا كل وجبة، الإفطار والغداء الضحوة وبعد العشاء ما شاء الله. والشاي طبعا له نكهة خاصة زي ما قلت لكم في حضرموت. هنا تجلس تجتمع أنت والأهل والزوجة والأولاد والعيال والصغيرين، وتتقرش الحنظل ويداولون الحديث عن إيش العمل اليوم وطبيعة العمل. ولازم من وجود العدة هذه عندنا، ولازم نعمر شاهي بخاري معمر ليصم الراس. يا دائر الشاهي تفضل. تكمن أهمية هذا المشروب لدى أبناء وادي حضرموت في طقوسه، ومنذ القدم تفنن الشعراء الحضارم في ذكره بقصائد، من بينها قصيدة قال المعنى بن حسن لعميد الداني الحضرمي الشاعر والملحن حداد بن حسن الكاف، والتي غناها الفنان الراحل أبو بكر سالم، والعديد من القصائد العامية الأخرى والمنالوجات الشعبية. خرمان خرمان للشاهي والعدة، للشاهي والعدة، فقدان فقدان للشاهي من مدة، للشاهي من مد شوقي له، وانا عطشان حرمونا وانا خرمان بسمع حنة الفنجان للشاهي، انا خرمان بسمع حنة الفنجان للشاهي، انا خرمان. هذه ليست مجرد شجرة زينة وسط سيئون، انها تجسيد لمعدات تحضير الشاي البخاري الشهير في حضرموت على هذا الشكل، تخليدا لما يتمتع به من مذاق خاص لابناء المحافظة والقادمين اليها. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.